احكي لنا القصه الكامله من فضلك. السلام عليكم. القصه حنا البارح حضرنا الكوس، بصح القصه بدات نهار الخميس وين هذاك السائق تاع الكوس ضرب عبد. هو في الحقيقه واش صرا، واحد الطفله حابه تهبط ما خلاهاش تهبط، والطفل راح باش يدافع عليها، والراجل واش دار له؟ راح داه لحمته وتحاموا كامل عليه وضربوه وشوهوا له وجهه. هو طالب جامعي هذاك؟ هو طالب جامعي يقرا معنا زيد في الدومين ويقرا في اشوز. من بعد واش صرا البارح، رحنا حنا جينا في الكوس تاع التلفونات على 5، كي وصلنا جويه 26، الراجل حط كامل الدراري ودانا معاه القليعه ورجعنا حتى لافيك ويعيط لصحابه ويقول لي با كونسيون قال لك بلي كان يعيط لصحابه ويقول لي انا عندي 50 شاشه معايا ارواحوا حاموني. ومن بعد هو حبس ودي بيحبسنا في القليعه. قال لنا سمحي لي اختي، الكوس كان فيه غير البنات، كان فيه غير البنات كامل حبسهم قبل ما يدينا القليعه، وما تحبسنا في وسط الطريق قالنا حبطوا هنايا، احنا كيما قبلناش زاد الدار ويعيط ثاني لصحابه. حتى كي وصلنا لهنا لقينا طفل لطو، وكي وصلنا لهنا لقينا دراري معمره، احنا ما فهمناش، انا نقول واش صار، حاس بينا رجال تاع قليعه ولا كامل جاوا باش يتبرعوا منا. ومن بعد كي حبس هو قدم لاسيتي وبداو يهزوا على الحجر ويرمونا من الطاقه وكيصوا يكسروا في التوقيت. هذه البارحه قداش صار التوقيت؟ صار تاع 7 هذا المكان بالذات. ايوا حنايا هذه بالذات. صاد قدام لي زاجون معليش دقيقه، معليش خليها تحكي. الكوس يحبس والدراري كامل يجوا يهزوا الحجر ويرموها في الطاقه ويكسروا الطواقي ويسيروا يتعنقوا باش يدخلوا للجنه. كاين بنات على جرح، حنا عيطنا لهم الشوفير، قالوا بلي حنا اللي عيطنا الدراري، وحنا في الحقيقه ما عيطنا لحتى واحد. انا عيطت.